بعدما لاقت دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى التظاهر لتفويضه في مكافحة العنف والإرهاب المحتمل استجابة واسعة في جمعة تلال الإرهاب، أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم العزم على فض اعتصام المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه سيتم إلقاء القبض على المطلوبين للأمن فور خروجهم من ميدان رابع العدوية. إنما أنا بأؤكد إن الداخلية عمرها ولا هتضرب طلقة على أي مصر. بالنسبة للموعد أو تحديدا فض الاعتصامين، في تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة، ولسه هيبقى فيه بإذن الله لقاءات موجودة لتحديد الساعة والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا الفض وفقا زي ما قلت لك للبلاغات المقدمة للنيابة عشان يبقى فيه غطاء قانوني في القصة دي. بدوره شدد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور على أن المرحلة المقبلة تحتاج مشاركة كل المصريين من دون إقصاء لأي طرف من الأطراف. أنا أقول للموجودين في رابعة وفي النهضة، لا تخشوا إطلاقا من أحد إذا اقتنعتم أنكم تدافعون عن قضية خاسرة. فاتركوا الميدان وعودوا إلى بيوتكم وأعمالكم ولن يلاحقكم أحد. وتلقى الرئيس عدلي منصور رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تؤكد التزام واشنطن بمساعدة الشعب المصري على تحقيق الأهداف الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن إصابة 14 ضابطا بينهم 2 حالتهما خطرة من جراء إصابتهما بطلقات نارية في الرأس، وإصابة نحو 37 من الأفراد والجنود بطلقات نارية وخرطوش. وكان الإخوان قد اتهموا قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي الذي أسقط بحسب إعلانهم ما يزيد عن 100 قتيل و100 الجرحى. وأعلن المستشفى الميداني في رابع العدوية حيث يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ارتفاع قتل الاشتباكات مع الشرطة بطريق النصر إلى 75 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب من مؤيدي مرسي من جراء اشتباكات مع الشرطة في طريق النصر. وبدأ يحصل ضرب نار وزخات رصاص، وللأسف أقول لكم جاية منين؟ من طريق نصر، الطريق الرئيسي المؤدي إلى رابع العدوية، من فوق مباني وداخل حرم جامعة الأزهر. يا شيخ الأزهر، دخلوا حرم جامعة الأزهر واعتلوا أسطح كلية الدعوة والمنشآت الجامعية عشان يقتلوا أبنائك ويقتلوا المصريين. إننا نحمل المسؤولية الكاملة لقادة الانقلاب عن هذه الدماء. وعلى الصعيد الأمني في سيناء، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بالسويس أن تشكيلات من الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع الجيش الثاني بدأت عملية عاصفة الصحراء بسيناء لمواجهة الإرهاب والعنف ومحاصرة عناصره ومراكزه في صحراء ومدقات سيناء الجبلية خاصة بمنطقة الشمال والوسط.